طبعا المخمرية بتاعت الضفرة المكونات الأساسية لها هي اللي بتديها ريحة مميزة هي الضفر. الضفر دايما يعني بيستخرج من الحيوانات البحرية في البحر، يعني من الحيوانات البحرية مثلا التمساح، بعض القواقع في البحر بتطلع منها الضفر دي، وفي ناس مخصصين أو تجار مخصصين بيطلعوه وبيجيبوه يبيعوه في السوق، فريحة مميزة جدا جدا وسعره غالي الضفرة. أنا سعاد عبد المجيد سوار، بعمل في صناعة العطور والبخور والمخمريات. أنا من السودان، جيت هنا للإمارات بعد الحرب في أغسطس أول شهر 8. طبعا أي زول بلده عزيز عليه وما حي، يعني الأوطان ما بتهون على الإنسان يطلع منها إلا غصبا يعني عن الإنسان، فده السبب، يعني سبب الحرب هو طلعني من البلد. والله أنا من طلعت من السودان ما طلعت بأي شيء، أي حاجة ما طلعت بها، ولا حتى عطوري ولا ملابسي ولا أي شيء، بس طلعنا كده ونجري، يعني ما طلعنا بأي حاجة من السودان. حتى الحيات الأسي بتشوفوها دي يعني اتأسست أسي بعد ما جيت هنا الأمارات، بديت أعيد في حاجاتي وأبدأ أشتري، عشان هي طبعا دي زي ما بقولوا هوايتي المفضلة أو حاجاتي بفضلة أنا. دي صندل تاعنا غير ده؟ صندل خشب ولا مدخون؟ كده كده خشب. يعني كانت الوالدة بتصنع العطور ونحن بنقعد جنبها وكده، حتى يعني أنا مسمي المشروع حقي باسم مسكة، أمي أساساً اسمها مسكة، مسكة للعطور. فمن بدري جداً حوالي 15 سنة، يعني خبرة بتاعت 15 سنة. والحاجة بديت كنت بشتغل مثلاً لإخواتي، بشتغل لجاراتي وكده. أنا زفرة زفور. دفور. الدفور ايش دي؟ دفور هذا دفور مال شو اسمه، مال الافريقي. ايوه. في فلبيني، في افريقي، في هندي. لكن هذا النوع زين. يمكن في العطور السودانية بتاخذ زمن، لأنها بتبغى إعداد للمادة ذاتها اللي أنت حتصنع منها، سواء كانت ضفرة أو صندل أو مسيك أو كده، يعني بتاخذ إعداد، يعني بتحتاج مني إنه أنا مثلا أكون مجهزاها، بتحتاج لي منك إنك تنظف في الضفر ده بالذات، تنظفه، الصندل تكسره وتسحنه وتعده، وبعد ذاك في شغلانية برضو بتاخد نار. فأسهل حاجة هي الحاجات اللي بركبها المخمريات. المرأة السودانية طبعا بتمتاز بالروائح بتاعتها قوية جدا جدا، وهي تكون يعني تكاد تكون من الطبيعة، يعني ما حاجة يعني كانت بفتشوها زمان. فمثلا المسك، يعني كانوا أجدادنا يعني بيمشوا يطلعوا المسك مثلا من الغزال، من يعني من المنبع بتاعه الأصلي، وبرضو العطر بتاع دم الغزال برضو، والحاجات دي يعني كانت من الطبيعة. ثاني حاجة يعني التمساح الضفر بتاع الهناية بيطلعوه وبيجوا بياخد إعداده، يعني يمكن أنت بتعمليه زي بياخد منك 4 يوم. طبعا هنا جينا عشان دي المرحلة بتاعت البداية بتاعت الهناية، رمينا لها عطرون على اساس انه يزيل الشوايب بتاعه الضفره، مرحله تنظيف الضفره. ولو ملاحظين في فحم رميته جوه المويه على اساس انه الفحم دي يشيل الروائح العفنه اللي فيها، طبعا فيها ريحه نفاذه، الضفر فيه ريحه نفاذه، فيه لحمه. يوم نحن نغلاه بالهناي ما حيكون ريحته شديده،
ده اللي هو بيصنع منه الضفرة، بيصنع منه الخمرة. بعدين كده من نطلعه من النار وبكون شكله واضح. دي المرحلة الأولى. طبعا قبلها سبقت إنه إحنا كنا بقلينه في موية وفي بيكربونات. أسي دي المرحلة بتاعت الغليان عشان تزيل أي لحمة عالقة بالظهر. بعد ما نغليه كده هنجي ننظفه، نزيل منه لو في متبقيات في أي حاجة موجودة فيه، المرحلة الجاية هننظفه. دي المرحلة الثانية، خطيناها في موية تانية وصابون، وحنرجع نوريكم الطريقة اللي بننظفها بها كيف. نزيل منها لهنا وتكون نظيفة تماما، وبعد ذاك حنشفها لغاية ما تنشف ونوريكم ليها. هنتكلم عن هو أساس العطور السودانية وأساس ريحة العروس اللي هي خمرة الضفرة. هي طبعا أميز الوحيد اللي بتميز المرأة السودانية من الدول الثانية، ريحة العروس. فالريحة طيبة شديد، وبعدينك يعني بتظل في جسم الإنسان يعني كم يوم في العروسة. يعني العروسة من تعمل هي تكون عروسة تعمل الريحة دي بيعرفوا من بعيد إنها جاية عروسة. وعندنا تاني عطر اللي هو الصندل. ده عطر الصندل طبعا يسحن ويكفى على النار، يكفو على النار بالأرياح. برضو ده عطر المحلب، عطر مميز. المحلب طبعا له مراحل بيعدوها بيه و بيعتقوه، وبرضه بياخد صندلية، وريحته طيبة جدا جدا. البخور هو البخور السوداني اللي بيدعمل ليل العروسة وليه يعني السودانيات عامة، يعني المرأة السودانية. أول حاجة عندنا بخور الصندل. طبعا دي كانت الطريقة الأولى في بخور الصندل اللي هي بيتكسر وبيتعطر بيتعتق. عندنا ده برضو العطر ده سوداني، ده الشاف مصحون وعليه عطور برضو صندلية، بيتعمل بسكر أو بعسل وبتخط في القوالب وبيطلع بالصورة دي. احنا مسمينه بخور شوكولاتة، يعني شبيه بيع الشوكولاتة. وعندنا هنا بخور العنفر، كسر دقاق جدا جدا بمكنة وبتكبله روايح، وريحته طيبة جدا جدا. ممكن نكوب حبة هنا عشان تشموها. ريحته طيبة جدا. طبعا العنفر ده احنا مسميه عنفر الجنوب لانه بيجيبوه لنا من الجنوب ومن الحطب بتاعه من الغرب. ده خشب الصندل، ودايما خشب ده بنصنع منه اللي طبعا بيتكسر وبيسحب، بنعمل منه عدة اشكال من العطور، ويخش في كثير من العطور اللي احنا بنعملها وبيعملوه برضو بخور. وده بيجي من الهند. دي أساس العطور اللي هي بتتعمل، وأساس البخور يعني بخش في كثير من الصناعات بتاعت البخور. العطور بالنسبة للمرأة السودانية هي جزء من زينتها لابد يعني، وكل عطر له وقته الخاص. يعني في عطور ما يعني المرأة السودانية تستخدمها، لكن بتستخدمها مثلا في العطلات بنكون في البيت يعني الرسمية، بتكون برضو عندي عطر خاص. الليل عنده عطر خاص.
فكل وقت عنده عطر خاص يعني. العطر طبعا هو يعني روح بالنسبة للإنسان يعني. العطر يعني أنت من مثلا تتعطري كأنك أنت يعني مشتاقة لحاجة ولقيتيها. فالعطر ده بمثل كل حاجة بالنسبة لي يعني. لازم يعني العطر. فبخليكي يعني دايما في مود يعني حلو. بتكوني واثقة من نفسك. يعني أنت معطرة وبتكوني في كل وقت جميلة وحلوة بالعطرك.